السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. حياكم الله الله يكرمك، نسألكم الدعاء لنا أولا لجزاكم الله خير. الله يبارك فيك، تفضل. شفاء الله يكرمك. الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا في أخ قايم على 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 أمور خيرية. فقال لي حد عنده أساس بتاع بيت، أوضة نوم يعني. فجبناها جبنا الأوضة دي، فاكتشفنا إن هي أوضة واحدة كانت تعمل في الغناء. يعني اشتريتوها ولا هبه جابتها لكم؟ هبه، هي وحدها متصدقه بيها للمحتاج. لما جبت يعني امراه تعمل في البنك الربوي؟ لا لا، او كانت ترابي ايه؟ تعمل في الغناء، هي مغنيه. تعمل مغنيه. اتت بغرفه نوم صدقه. صدقه. ليست لك، خذها واسمها على نفسها واستمتع بها. يجوز إذا أهدى لك الكافر أشد من المغني يعني، هدية تقبلها ولا يجوز؟ قبلها. تقبلها. طيب يا ليست كافرة. الرسول قبل هدية من المقوقس ملك مصر، ماريا وأختها نسرين، والرسول قبل الهدية من ملك أيلة أهدى إليه بغلة، وسارت عليه السلام قبلت الهدية من الجبار أهدى لها هاجر، وهاجر أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، ودعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة ذبحتها، فذهب النبي وأكل منها. وابن مسعود يروى عنهم طريق إبراهيم النخعي، وفي رواية عني بعض المقال بعد نحو السماع، لنا حلاوته عليه إثمه. شكرا، بارك الله فيك. إذا يجوز الانتفاع فيها إن شاء الله يا بس. ما الكلام ده كله يعني يجوز. ماشي، بارك الله وفيكم.